أنا بس عايز أوجه كلامي للمجلس الأعلى للإعلام وأستاذنا الفاضل العظيم الأستاذ كرم جبر وكل أعضاء المجلس. يعني نريد أن نمنع الكراهية، ونريد أن نبحث عن نقد وإعلام رياضي سليم. دعكم من اللي بيقوله خالد الغندور وبيهجج بيه المشاعر وبيبني الكراهية، ولكن أنا عايز بس حد يرد عليا، حد يرد عليا ويقول لي متى يحاسب خالد الغندور على هذا الكلام. من ساعتين خالد الغندور طلع أهو بيضرب في المؤسسات بتاعت الدولة الأمنية، بيضرب في أمن البلد أهو أهو أهو. بص خالد الغندور، ليه الأهلي ما بيلعبش مع الإسماعيلي في إسماعيلية، ومع المصري في بورسعيد، ومع غزل المحلة في المحلة، ومع المقص على ملعبه؟ طيب ليه يعملوا دوري؟ عايزين عدالة في اختيار الملاعب. ده لو عنده مسؤولية وحاسس بالبلد مش يقول ده، لأنه هو بيقول ده عارف إنه فتنة. هذا الكلام فتنة، أنا لا أذم خالد أبدا، لكن الكلام اللي فتنة ولا يصدر إلا للوقيعة. أولا الأهلي ما بيلعبش في الإسماعيلية بتعليمات أمنية، الأهلي ما بيلعبش في بورسعيد بتعليمات أمنية. واخد بال حضرتك؟ الأهلي ما بيلعبش في المحلة بتعليمات أمنية، الأهلي ما بيلعبش مع مصر المقصة لأن مصر المقصة بتختار ملعبي الأهلي والزمالك. يعني هو حتى حط اسم المقصة لأنه ما يعرف حاجة مصر المقصة. وأتمنى أن لو الأخ سليم صح أكلمه. مصر المقصة بتقول ألعب ماتش الأهلي وماتش الزمالك على استاد القاهرة الأربع ماتشات، لأنه بيبقى لو في جماهير عايز إيراد أكبر، ولو في أمن بيساعد الأمن على فرض الأمن والسيطرة أكثر، فبيختار ملعب فيه المواصفات. يعني هو طنطا بيلعب كل الفرق على ملعبه كان السنة اللي فاتت. طب ليه ما لعبش الأهلي والزمالك في طنطا؟ عايز افهم ليه اتنقل ماتش الاهلي والزمالك اللي في طنطا واتلعب بره طنطا؟ ارد عليا، عايز حد يرد عليا. ليه المحله ما بيلعبش ماتشين الاهلي والزمالك في المحله الا بموافقه امنيه؟ الاهلي والزمالك مش الاهلي بس. طيب وهو الزمالك كان لعب في اسماعيليه السنه اللي فاتت؟ طب والاهلي ما لعبش كده في الاسماعيليه السنه اللي فاتت؟ لعب في بورسعيد السنه قبل اللي فاتت؟ طب الزمالك لعب في كل هذه الاسئله اجابتها في ايد الامن. احنا نساعد الامن والداخليه، مش نأجج عليهم مشاعر الناس ونتهمهم بالظلم ونقول فين العداله. أنا لا أتصور إن ده يبقى موجود يا جماعة على شاشة نقعد نلم من وراه الوقيعة بين الناس. يعني أنا بس نفسي لو سيادة اللي هو بكر سليم، والله العظيم نفسي لو سيادة اللي هو بكر سليم المدير التنفيذي لمصر المقصة يكون صاحي، لان طبعا لا الاسماعيليه ولا بورسعيد محتاجين اجابه، لكن الزج باسم مصر المقصه في الموضوع عيب عيب عيب. انت عايز ايه؟ طيب يعني انا دلوقتي الناس بتقول لي رد على فيديوهات فلان، رد على كذا. قاعد اقول يا جماعه الكلمة محسوبة والكلمة بتمن، ولازم نحارب على الكلمة وعلى اللفظ.